ازيك يا صاحبي؟ من النهاردة هتشوفني كتير اونلاين علشان بقى عندي دي اس ام من اي ام، وعن طريق اي ام اشتغلت في المكان اللي بتمناه وبقيت اهم واحد في الشغل الجديد بعد الويب سايت اللي عملته للشركة، وبرضو عن طريق اي ام. اي ام مش بس خدمة انترنت، دي حياة كاملة هتعيشها واحلام كتير هتحققها. ما تخليش الغربة تنسيك الايام الحلوة. اي ام حياتك اونلاين. وصلنا مع حضراتكم للجزء الاخير من الكره في دريم مع نجوم التحليل الكابتن محمود بكر والكابتن عزيز عبد الشافي. اهلا يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. اخيرا كابتن. اخيرا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كابتن محمود، بسطت امبارح من الماتشات؟ جميله، ماتشات كؤوس بصحيح، وخاصه الاهلي والانتاج. قالوا الانتاج. انا كنت حاسس كده من كلامك انك كان عندك احساس ان الانتاج ممكن يكسب الاهلي في اي وقت. ايه بس كلامي مظبوط؟ وانا حصلت من البدايه. يعني الانتاج فرقه كويسه، فيها خطين عاوزين يقظه على طول من الفرقه الاخرى، لان عنده 4-5 لعيبه بيلعبوا يعني بحركه من الحركه ويقدروا يجيبوا جوان. فبالتالي انا خفت على النادي الاهلي ان هو يهاجم على حساب الناحيه الدفاعيه، وقد كان اول ربع ساعه، وبعدين النادي الاهلي لم نفسه وبدا يضغط عليهم، ودي اللي قلبت المباراه. يعني كابتن زيزو، ايه رايك في تشابه النتيجتين 2-1 و2-1؟ هل معنى كده ان الاجهاد بدا يبان على اللاعبين، وبدا حتى ياثر على التفكير الذهني بتاعهم والخطط اللي موجود في الملعب؟ هو يعني برضو كمان علاوة على كده كبصفة تقارب مستويات وتقارب مستوى الطموح وتقارب فرص المكسب بالنسبه للاربع فرق. يعني كان ممكن تقارب مستوى للاعبين، لا مستوى الاداء. الاداء مستوى مستوى اداء الفرق. يعني الاربع فرق ما تقدرش تقول مين فيهم يكسب مين، يعني هم احق بالدور الاربعه. طبعا، والاربع فرق ممكن اي فرقه تكسب الفرقه اللي بتلعبها. يعني ممكن قوي الانتاج كان يكسب الاهلي، والاهلي يكسب الانتاج، كان ممكن جدا الاسماعيلي يكسب الحدود، والحدود يكسب الاسماعيلي. فالكلام ده كان قبل المباراه. وبعدين في حاجه مهمه قوي يا كابتن صفا، عمليه التوقع او الحسابات اللي بتسبق المباريات عموما بتختلف منها من الدوري للكاس. يعني الدوري يختلف عن الكاس. تقصد في طريقه اللعب ولا في الاداء؟ لا، في عمليه التقدير النتيجه. يعني مثلا ما تيجي تسالني مثلا مباراه دوري ما بين الاسماعيلي والحرس مثلا، او الانتاج والاهلي في الدوري، التقدير بتاعها او تقييمها قبل المباراه او التوقعات بتاعتها قبل المباراه تختلف عما هي لو كانت في الكاس. ليه؟ لان الكاس العرف بتاعه في العالم كله ان بيدي نوع من الثقه للفرق اللي هي ممكن تكون حتى من الدرجه الاولى. فالمفهوم دوت موجود عند كل الفرق اللي بتلعب الكاس سواء كبيره او صغيره. فبتختلف بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا لما يجي الانتاج يلاعب الاهلي في الدوري، مفهوم التعادل عند الانتاج موجود لانه بيلعب فريق كبير زي النادي الاهلي. انما لما يجي يلعبه في الكاس المفهوم ده مش موجود، لانه لازم عارف ان النتيجه لازم تنتهي بالمكسب. اكيد. طيب، دي هتخليني ارجع للكابتن محمود. يمكن الكابتن عايز قال نقطه مهمه جدا. هل اللعيبه ممكن تسرح في مباراه الكاس وتفتكر نفسها في الدوري العام، يقول لك ممكن اطلع درون والدرون ده يلعب بيه ضربات جزاء وممكن ياثر على الاداء؟ لا، هي مباراه الكاس خصوصا في الادوار النهائيه بتخلي اللعيب ان هو يلعب على الفوز، لانه عارف اولا ان هو لازم واحد هيطلع. في الدوري العام زي ما قال كابتن زيزو، انا مطمئن النتيجه دروم مع فرقه كبيره مكسب ليا. اما طالما انا طالع واكون عندي الحافز وعندي اللعيبه اللي تقدر تحرج الفرقه الكبيره، فبالتالي مفيش مانع. وده اللي عمله الانتاج امبارح مع النادي الاهلي، وده اللي عمله الاتحاد مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، وده اللي عمله يعني مش عايز اقول الاسماعيلي والحدود، ان فرقتين متكافئين. كل الفرق اللي ظهرت في الكاس بمستوى عالي غير الدوري العام كان عندها الحافز ان هي تعمل مفاجاه، او انا بهاجم. وده على فكره المفروض يبقى في الدوري العام ويبقى في الكاس، يعني انما في الكاس بتبقى اكتر يعني. طب احنا حللنا طبعا المباراتين امبارح، فاحنا بنتكلم على بكلام عام، وفي نفس الوقت هنتكلم على مباراه كابتن زيزو اللي هي يوم الاثنين ان شاء الله. اللي هي بين النادي الاهلي وحرس الحدود. لكن لما نيجي فريق زي فريق الانتاج، الحرب لحد هذه اللحظه ما اتعقدش، وعارف ان الكابتن طارق يحيى مشي خلاص رايح المقصه. هل ده ممكن ياثر على الفريق الانتاج الحربي السنه الجايه؟ طبعا ممكن ياثر. هو لحد دلوقتي ما حدش اعلن، ما قالش مين اللي جاي
وحتى اللي هيجي يقول لك انا عاوز فرق كذا، عاوز لعيبه كذا، عاوز ادعم كذا، عايز 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 الكلام ده كله ممكن ياثر طبعا ما فيش شك. انما طبعا انا متاكد ان اداره الانتاج الحربي 100% برضو في سبيلها انها تتعاقد مع مدرب، في سبيلها انها تتعاقد مع لعيبه المدرب غير اللعيبه. كابتن زيزو لسه هيقول بقى انا عايز كذا واعمل كذا والكلام ده؟ لا طبعا، المفروض عينه شايف. احنا زي ما اتكلمنا انا وكابتن محمود قبل كده عن الكابتن طلعت يوسف في عمليه تمديده للعقد بتاعه مع الشرطه، ان عمليه انك انت تتطور اسهل من انك انت تغير او انك انت تبدا. نعم. فالنهارده لو كابتن طارق يحيى كان استمر مع فرقه الانتاج ما فيش شك ان كان هيضيف، لان في يعني بدايه السنه حافظ بقى خلاص طبعا، او حافظ اللعيبه وعمل نتائج متميزه، وعمل نتائج ممتازه سواء في الدوري او في طبعا الكاس. يعني هو الطلعه بتاعته لا تقل عن طلعه حرس الحدود لما طلع، ولا عن بتروجيت لما طلع، ولا عن امبي لما طلع، وزي الشرطة. والشرطه طبعا ما احنا دايما بنتكلم طول السنه بتذكر حضرتك احنا بنتكلم عنهم ان هم الاثنين اللي بيمثلوا الحصان الاسود، فالنتائج بتاعتهم كانت كبيره قوي. المستوى كمان اللي بدا يبان عليه الانتاج الحربي والشرطه في نهايه الموسم بدا يحصل فيه تطور كبير جدا في مستوى الاداء، وده اللي بيخلينا قبل المباراه بتاعه الكاس نتوقع ان ممكن الانتاج يكسب، ممكن الحرس يكسب وهكذا. يعني كابتن محمود، فوز الحرس على الاسماعيلي وكلاهما كل واحد عنده مدرب مصري، هل يعني ان تفوق تفوق فريق الحرس طلع الحرس قفشت معايا طارق العشري على عماد سليمان؟ لا هقول لك حاجه، بس عاوز اعمل زواده على الكابتن. زواده فضلك في الجحا، واخد بالك؟ انا بشفق على الانتاج الحربي الموسم القادم. هم مش دلوقتي مش حاسين ايه اللي هيحصل، لانك النهارده ماشي منه 4-5 لعيبه هم العمود الفقري بتاعهم، فلما يمشي سلامه ومحمد كمال الجون ومحمد صاروخ يروحوا مع طارق يحيى المقصه، ما لاقيهم طارق يبقى ده يعني واخد يعني قلب الفرقه وبعدين لسه ما جابش مدرب لغايه دلوقتي، زائد ابو العيله راح انبي، فبالتالي هزه كبيره جدا. انا ما اعرفش الانتاج الحربي هيعمل ايه في الموسم القادم، زي ما انت قلت هيجي مدرب هيقول لهم عاوز ومش عاوز. عاوز المدرب دلوقتي هم بيتفاوضوا مع الدكتور سعد محمود سعد بتاع الزمالك، في مفاوضات قربت جدا جدا. نعم. لكن طولت جدا، اللي خلاها تطول ان لازم يعني لازم بيحترموا وجود طارق، وان طارق لم يعلن صراحه الا امبارح. فبالتالي انا مشفق جدا على الانتاج الحربي في الموسم القادم، ان لم يكن اللي هيجي هيكون اصلا راجل قنوع، راجل بيحب هذا المكان، راجل بيقدر ان هو هيجيب لعيبه، مش يقعد يحط رجل على رجل ويقول لهم عاوز وعاوز وعاوز. الانتاج الحربي عاوز مدرب زي مختار زي محمود سعد، الراجل عنده صبر يقدر يجيب ويقدر ينتج ويقدر يعلم. وهيبدا من الصفر يا كابتن. ما انا بقول لك يقدر يجيب لعيبه ويقدر ينتج ويقدر يعلم ويبقى صبور. هل الوقت كافي؟ لو بدأوا من النهاردة وعندك مدرب ييجوا عليه لعيبة، في مدرب ييجوا عليه لعيبة والإنتاج عنده إمكانيات مادية، فبالتالي أنا أعتقد الاستقرار اللي في الإنتاج يقدر يعوضه. أنت كنت بتسألني بقى على طارق العشري وعماد سليمان. دايما. أنا انبسطت قوي بماتش الحدود والإسماعيلي. الإسماعيلي مدرب فاهم، عماد سليمان عارف إن ما عندوش سنتر فيرود، فبدأ يلعب على هجمة مرتدة ويلعب مع الوقت عشان يوصل لضربات الترجيع. لعب على هجمه مرتده وفي نفس الوقت مسك مفاتيح اللعب بتاع طارق، خنق بلغه الكوره يعني الجنبين بتوعه مكي واسلام بان في مساحات قريبه من خط المرمى، وعمل رقابه جامده جدا. بس انت قلت لازم يرجعوا لان انا حاسس ان الاسماعيلي هيخطف جول. ما انا بقول لك وخنق عيد عبد الملك، وايضا خلى الاثنين هو احمد عبد الغني يلعبوا في مساحه ضيقه وعليهم اكثر من رقابه. اللي انا قلته ده طبعا ده شغل مدرب، واللعيبه نفذت وبدا يلعب على المرتده، ولكن ما عندوش راس الحربه اللي يقدر تجيله الفرصه ان هو لو عنده راس حربه امبارح كان ممكن ان هو يشتغل كويس.